يعني متقدم بهدف لصفر، واظن انه حتى استغلال هذا الضغط صراحه من خلاله يعني بوصفة حصل على ضربه جزاء يعني بذكاء، يعني الذكاء والخبره خلته انه الكرة يعني الصعديته الخفاديته لم ينتبه يعني المدافع، وبالتالي حصل على ضربة جزاء. وكانت هناك يعني كرة من قبلها يعني مرفوعة أو عرضية من جهة اليسار يعني بوفال صراحة التقمت يعني بعرضها، ويعني في أول ربما وصول خطير في آخر دقائق الشوط يعني صراحة تدخل يعني أروع من منور محمد اليسار التي صراحة انقذ مرماه من هدف التعادل. اذا ظهرت هناك ملامح لمسات لمدرب عناصر الشباب التي تم اقحامها اليوم في الكره تحدث عنها التي سدها القائم كانت من بوفال. كان هناك تحرك حتى انك ربما لاحظنا بعض الاستعجال احيانا اثناء الشوط الاول، ولكن بصوره عامه تشعر ان هناك هذه اللقطه التي تحدثنا عنها التي كادت ان تحمل ترى فرص المغرب في الشوط الاول. كان هناك احيانا نوع من الاستعجال، ولكن في الغالب شاهدنا بعض اللمسات واللمحات. يعني طبعا حتى يعني التمريرات العرضيه اللي كانت كلها كانت يعني بمشاكل الفريق الخصم، يعني حتى يعني الرفعات كانت دائما كتكون يعني خارج او وراء المدافعين، وبالتالي تدخل المدافعين يكون صعب في ابعاد الكره. وحتى يعني الجراه اللي كانت عند لاعبين الوسط، يعني اليوم كنتكلم على بوفال وتناش صراحه شفناهم اول مقدمين مستويات جيده من ناحيه حتى يعني الواجبات الدفاعيه، ومن ثم يعني استخلاص الكره والحفاظ على الكره. يعني الحفاظ على الكره في وسط الميدان شيء جدا مهم بالنسبه للمنتخب الوطني، استطاع من خلاله انه يخلق متاعب الفريق، وحنا شفنا يعني المهارات صراحه خلات انا اظن انه الكره صراحه لمسها بصفه هو اللي يعني صراحه لمسها اللمسة الأخيرة ارتطمت يعني الكرة يعني بالقائم الأيسر، وكانت هذه ربما أول محاولة خطيرة. وأنا أظن وتكلمنا يعني خالد يعني قبل بداية المباراة على أنه المطالبين العناصر الوطنية أن تكون هناك الجرأة، الحمد لله أنه كانت هناك جرأة، هناك ثقة من ناحية مهارات لاعبين بوفال يوسف العربي تنار بوصفة اللي خلات انه العناصر ديالنا تحكم يعني في الشوط الاول، لكن حذاري من الشوط الثاني لانه المنتخب كافيرسا ربما سيضغط يعني بكل قوة، خاصة انه يعني الرياح ستكون يعني مساعدة او عامل مساعد يعني بشكل كبير. طبعا كانت كثير من المحاولات المنتخب المغربي طبعا سنشاهد بعض منها حتى جاءت ركلة الجزاء في الدقيقة 26، ولكن بصورة عامة شاهدنا بعض الاشياء التي كانت ايجابيه في هذا المنتخب المغربي، وكان هناك الكثير من التخوف على مستوى الدفاع. في الدقيقه 41 كان بامكان المغرب ان يؤدي ثمنا من خلال هذا التعادل. طبعا يعني في اول اختبار يعني في اول وصول خطير يعني باستثناء ربما الرفعه اللي كانت الجانبيه اللي كانت راسيه يعني بعيده، اظن انه اول اختبار يعني اول وصول يعني خطير كان المنتخب ان يتلقى يعني هدف لولا يعني براعه ورده الفعل، يعني الريفلكس رده الفعل لمنير المحمدي صراحه كانت في المستوى وكانت يعني في التوقيت يعني الجيد. هنا بالطبع طلب الكره في ظهر المدافعين ثم التمريره، الكثره العدديه في الدفاع لا تعني شيء. طبعا كانت هناك يعني الكره يعني صراحه تلعبت خلف المدافعين، وكانت هناك حركه يعني اللاعب رقم 8 يعني في المجال الغير مراقب يعني، والتدخل ديالو كان يعني جدا ممتاز. نعم هنا الرفعه هناك لاعب سقط، هل تم دفعه من قبل احد المدافعين؟ على حال الحارس انقذ الموقف في الدقيقه 41 ان تخرج وتنهي الشوط الاول وتعود الى غرفه تغيير ملابس وانت متقدم بهدف مقابل شيء ليس مثلما تعود وانت متعادل. الجانب المعنوي والنفسي يكون كبير بالنسبه للفريق الذي يكون قد عاد بالكفه، ولكن لحد الان المغرب متقدم بهدف مقابل لا شيء. سنقول اشياء كثيره حول هذا الشوط الاول وحول ما يمكن ان ننتظره في الشوط الثاني بعد الفاصل الذي سنتحول اليه في وقت لاحق، ولكن الان ما هي الخيارات الممكنه؟ طبعا الوضع صراحه صعب بالنسبه للخيارات يعني المدرب، يعني انا اظن النهج التكتيكي اللي ينهجه المنتخب الوطني صراحه مثمر بشكل كبير، باعتبار انه الفريق صراحه استحوذ على الكره يعني متحكم في زمام الامور باستثناء ربما الفرصه الاخيره. طبعا هنا التخوف بالنسبه للمدرب تغيير تكتيك او يعني
باستمرار محاولة منه أنه يقتل اللقاء ربما في أول ربع ساعة. أنا أتمنى أنه اللاعبين يتحملوا المسؤولية ديالهم سواء من ناحية الواجبة يعني الدفاعية وحتى من الواجبة الهجومية. أتمنى أنه مثلا أول 10 دقائق يعني يكون هناك ربما بعض التحفظ، لكن في نفس الوقت يعني أي فرصة تحت المنتخب الوطني يجب أن يعاقب يعني كابفيردي، باعتبار أنه كابفيردي صراحة لم يبدأ المقابلة بالشكل المطلوب ولم نرى يعني صراحة منتخبا قويا يعني خلق يعني المنتخب أول لا يعطي انطباع على أن هذا المنتخب والمصنف الأول أول إفريقيا. طبعا يعني المستوى يعني كان المستوى يعني جدا متواضع، وانتظر ما يعني دقيقة 42 لنرى يعني أول يعني خطورة على حارس المرمى المحمدي. طبعا حتى هنا في عودة اللاعبين كثرة عددية بدون طائر، 7 لاعبين 8 لاعبين داخل منطقة الجزاء أمام 3 لاعبين فقط. أنا صراحة قد كان التخوف عندي هو في ظل تغييرات يعني دفاعنا. نعم. دفاعنا صراحة لم ينتبه ولم يستثمر يعني بالشكل الجيد من طرف يعني الرأس الأخضر. التخوف احنا عارفين انه غياب 4 مدافعين اساسيين ربما كان سيخلق يعني بعض المتاعب. اول امتحان كيف ما شفنا يعني في اخر 5 دقائق الحمد لله انه مر بسلام. امتحان النتيجة حتى الان مطمئنة للمنتخب المغربي، لكن يجب ان يحافظ عليها او يعززها في الشوط الثاني في انتظار بطل مباراة العودة التي ستقام في مراكش يوم الثلاثاء القادم. سأكون معكم بالطبع في نقل الحي ومباشر لهذه المباراة. هذا بلا فاصل، نعود بعد ملاقاتكم من جديد. ابقوا معنا.